الحمد لله كله تمام، عملتوا كل حاجة واتفقتوا على كل حاجة. الحمد لله تمام يا ماما. ها خليكي حلوة بقى. اتفقنا على كل حاجة الحمد لله، صح يا ماما؟ أنا قلت يعني نلم الولاد على بعضيتهم عشان نخلص. الحمد لله. احنا بنعمل الخير ونرميه البحر. آه بس على الله يتمر في البشر. لا لا هيتمر بإذن الله. احنا بقى نتمم كتب كتاب علشان قبل ما العاصفة تيجي. أيوة. اه مستعجل انت قوي. كتب كتاب ده مستعجل. ثانية واحدة. الو أي ابتسام؟ لسه يا حبيبتي بنكتبه. بتقولي ايه؟ طب استني انت بقى، سلام دلوقتي. استني بقى يا ست المأذونة. امين. خير اختي يا حبيبتي؟ راحت تفرش الشقه ما لقاش الشفاط متعلق. طب وايه يعني الشفاط متعلق ولا مش متعلق؟ الشفاط ده بقى انتوا اللي المفروض تشتروه بعد الشفط اللي شفطته لنا ده كله. احنا مين يا حبيبتي؟ مفيش كتب كتاب هيتم الا لما الشفاط يتعلق والجيران تشوفه هو بيور ويطلع الدخانه. طب ايه رايك بقى وحياه مقاصيصي دول؟ لو الجوازه دي هتخرب على الشفاط ما هو راكب. وما فيش كتب كتاب هيتم يا عينيا الا لما الشفاط يتعلق وحته فوقيه. ما تتكلم يا راجل، انت قاعد معانا هنا زائر. على الطلع بالثلاثه ما مركب شفافيط. وطلع على طلاقك الفرح ده ما هيتم وفركش يا حبيبي. امك ما تعرفش على مين.